مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاربع 2 ديسمبر 2020. الدنيا من حوالينا بتجري، والتكتلات السياسيه والاقتصاديه على قدم وساق. احنا بنحب نرتاح كده بعد الظهر ونشرب شاي ونروق، لكن الحقيقه في ناس ما بتنامش عشان تشوف هتروح المعسكر ده ولا هتروح التكتل ده. طب اللي جاي ايه؟ طب مين اللي ناوي؟ طب مين اللي السياسة العالمية موسعة له الفترة اللي جاية وهيأثر علي انا في بلدي وعلى المواطنين بتوعي ازاي؟ احنا النهاردة عندنا فقرة عن تركيا، انه في اجماع اوروبي على توقيع عقوبات شديدة على تركيا بسبب تصرفاتها الاستفزازية عموما. بقى حط ليبيا، حط سوريا، حط العراق، حط شرق البحر المتوسط، حط تجاه اليونان، حط تجاه قبرص، حط تجاه تهديد بعض المصالح، تلويح كده من بعيد لمصر. فده موضوع مهم هنلتقطه بالتحليل النهاردة عبر زوم من بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، العاصمة البلجيكية الجميلة، مقر الاتحاد الأوروبي. وهيكون معانا عبر زوم المحلل السياسي الأستاذ وليد درويش. عندنا موضوع تاني حوالين القرارات الاقتصادية اللي اتخذت لمؤازرة المواطن ذو الدخل المتوسط أو الدخل البسيط أو الفئات الأولى بالرعاية. إيه الإجراءات دي وإزاي هتتطبق الفترة اللي جاية؟ حضراتكم عارفين انه من امبارح بدأنا في تطبيق مواعيد جديدة لإغلاق المحال التجارية والورش والحاجات اللي من النوع دوت. هتبقى 6 المحلات والمولات، 10 المطاعم والكافيهات، 11، وفي الصيف كل ده بيزيد ساعة أو في أيام العطلات الرسمية. طيب ده تأثيره إيه على الاقتصاد؟ طب تأثيره إيه على اقتصاد المواطن البسيط اللي عنده مشروع صغير أو متناهي في الصغر؟ هنستعرض ده مع سيادة اللواء الدكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. دي فقرات الحوار تيجي بعد الأخبار، بعد استعراض شوية أخبار. اهلا بيكم في استعراض بعض نماذج لاخبار النهارده اللي هنشوفها بالتفصيل، ونبداها من تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنماذج لمركبات متعدده الاستخدام. ايه النماذج دي؟ مصر بتنتجها ولا بتستوردها؟ هتنفع في ايه في الجيش؟ هتنفع في ايه في الشرطه؟ ممكن تستخدم لايه؟ وممكن نتوسع في هذا الانتاج ازاي؟ ده هيكون معانا في التفاصيل فقرة الأخبار. الخبر اللي بعد كده اللي عايز استعرضه مع حضراتكم، إن مجلس الوزراء قرر مد فترة التصالح حتى نهاية العام، وده بناء على طلب بعض المواطنين اللي تزحموا على مكاتب تقديم طلبات التصالح في الأيام القليلة الماضية. كان المفروض المهلة تنتهي في 30 نوفمبر. كمان في جمعيات أهلية اللي هي بتدفع قيمة مخالفات التصالح عن القرى الأكثر احتياجا والأماكن الأكثر احتياجا، برضو طلبت، فاستجاب مجلس الوزراء. وفي شهر كمان أهو لمد فترة المصالحات. ربنا يعين الناس على الأرقام، لأنها أرقام كبيرة، وربما أخطاء بندفع ثمنها مش إحنا المتسببين فيها لكن أجيال سبقتنا. لكن يعني خلونا نتعاون عشان نبني بلدنا. الخبر اللي بعد كده عايز استعرضه مع حضراتكم، ان في سفينة تم احتجازها في نيجيريا، والخارجية المصرية بتنسق الآن مع السلطات النيجيرية للإفراج عن 2 مواطنين مصريين محتجزين هناك. آخر خبر استعرضه مع حضراتكم، أن إسرائيل بتقول سنوقع مع البحرين عدد من الاتفاقيات الاقتصادية. طبعا البحرين أكتر دول الخليج استعدادا
يعني التصرف كدول شبه أوروبية الإمارات، الإمارات الحقيقة سبقتها في المنطقة ديت، لكن إيه الاتفاقيات اللي هتوقع بالضبط مع البحرين وتأثيرها إيه على منطقة الخليج وعلينا إحنا كمان، ده كله هنعرفه في تفاصيل الأخبار. خليكم معنا. اهلا بحضراتكم معانا عشان نستعرض معاكم تفاصيل الاخبار. اول حاجه زي ما قلت لحضراتكم في استعراض الاخبار، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تفقد عدد من نماذج المركبات متعدده الاستخدام واللي تم تجهيزها بالقطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحه في اطار استراتيجيه الدوله لتطوير منظومه النقل العام لخدمه القطاع المدني للمواطنين. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه السيد الرئيس اطلع على عرض من اللواء كمال رضوان مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن التطوير الجاري لمنظومة العمل بأحدث الأساليب العلمية لتصميم وإنتاج المركبات المدرعة بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. سيادة اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، مساء الخير يا فندم. انا بعتذر، هم قالوا لي مفيش مداخله وانا اتلخبطت، معلش. طيب احنا كنا بس عايزين نعرف المركبات ديت هتخش في القطاع المدني، وجه في تفاصيل الخبر كمان انها هتستخدم للجيش ولتعزيز الارتكازات الشرطيه، فيمكن عشان كده انا تصورت انه يبقى فيه. طيب ايضا في لفتة انسانية، كلف اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج الطفلة شروق، في استجابة سريعة من رئاسة الجمهورية بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل على نفقة الدولة. شروق عندها 6 سنين بتعاني من وجود ثقبين في القلب منذ ولادتها، ما ادى الى عدم انتظام تنفسها وعدم قدرة اسرتها على توفير هذا العلاج اللازم. الرئيس وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للطفلة شروق لتعود لها البسمة وأيضا لأسرتها وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية. تم تحويل الطفلة لمستشفى جامعة بني سويف لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. احنا بنشكر سيادة الرئيس على هذه اللفتات الإنسانية اللي الحقيقة تقريبا ما بيعديش أسبوع غير لما بيكون في لفتة، والحقيقة أنه يعني وطن في هذا العدد من المواطنين وارد جدا ان يكون في عدد مش قليل يحتاج لمسألة اللمسات الإنسانية دي. طيب الخبر اللي بعد كده هو مجرد عنوان للمشروع التكتيكي، المشروع التكتيكي للقوات المسلحة. احنا معانا فيديو حوالين هذا الموضوع، تعالوا نشوف الفيديو ونرجع مع حضراتكم. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة من كافة الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة التدابير والإجراءات المتخذة لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وأدار حوارا مع القوات المصطفى بدأه بنقل تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لهم على ما يقدموه من مجهودات لحماية عمق الأمن القومي المصري في اتجاه الغرب.
أعقب ذلك القيام بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمنفذ السلوم البري ونقاط الارتكاز الأمني لعناصر حرس الحدود المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة لمجابهة أعمال التسلل والتهريب، مشيداً بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي الذي يتمتع به عناصر تأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي. كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بدر 6 بالرماية بالذخيرة الحية الذي نفذته إحدى وحدات الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التي بني عليها المشروع، ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمشاركة مختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة بتعاون وثيق مع الأفرع الرئيسية، ثم تطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة. الحقيقة إنه المناورات والمشروعات التكتيكية للقوات المسلحة والمناورات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة الحقيقة يعني شيء رائع وبيعبر عن أعلى مستوى للجاهزية في القوات المسلحة تحت أي تهديد أو تحدي. يعني بشكر زمايلي جابولي سيادة اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. مساء الخير يا فندم. سأدور أن كان عليك وعلى شهاديرك الأعزاء. يعني سيادة اللواء، موضوع المركبات اللي بتنتجها القوات المسلحة عايزين ناخد فكرة عنها، لأن النهاردة جرى حديث حول استخدامها في القطاع المدني بالإضافة لطبعا القوات المسلحة وتعزيز الارتكازات الأمنية للشرطة المصرية. طبعا انت عارف ان القوات المسلحة دائما التكنولوجيا تبقى متقدمة في الصناعة عندها، ولما دخلوا التكنولوجيا صناعة العربيات في الورش الرئاسية للقوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي وكمان بالتعاون مع هيئة تصنيع العربية، قدروا يصنعوا اكتر من نوع من العربيات ويجمعوا ويطوروا التجميع ده اللي يبقى تصنيع مصري. وده خد في شكل ما دمت انت وصلت انك انت تقدر تصنع الشاسيه وتصنع الموتور او تجمعه من اكتر من جهه من حاجات الماركات العالميه، وتقدر تعيد التحميل طبقا اللي انت عايزه وسائل التحميل بتاعه العربيه عشان تغير الاستخدام، لان احنا شايفين وسيادتك بتتكلم شايفين عربيات عسكريه جيش شرطه، شايفين كمان اللوادر الكبيره او النوريات الكبيرة، يقدر هو يحط الكلام ده في اكتر من مجال، وبالتالي يبدأ هنا يقدر يدعم بيها التصنيع المدني. ليه؟ لان التصنيع الحربي ما كان لوش تصريف في منتجه يقف طبعا لانه بقى غالي، فلما انت تكتر من انتاجه ترخص الانتاج وبالتالي تقدر تسوقه، ومن هنا العائد على القطاع المدني اكتر، بدل ما يستورد بياخد من التصنيع المحلي، وبالتالي تدور عجلة التطوير باستمرار، ومن هنا يحصل تقدم سواء لفائدة التصنيع للقوات المسلحة أصلا أو للجهات المدنية في التوفير وتوفير قطع الغيار والصيانة جوه محلي كله محلي. يبقى أنت هنا وفرت سلع استراتيجية، ما انتش في حاجة أنك أنت دايما تشتريها بالعملة الصعبة من بره. طبعا طبعا، وكلام سيادتك هندسيا صحيح 100%، نظرية الماس برودكشن أو الإنتاج الكمي اللي بتخلي التكلفة الثابتة زي ما هي والتكلفة المتغيرة بتتقسم على عدد الوحدات، فطبعا بيبقى المكسب أكبر. لكن خليني أسأل سعادتك، هو واضح طبعا أن ده إنتاج الهيئة الهندسية، ولا في الهيئة العربية للتصنيع معاها مثلا أو كده؟ لا، هو كل اللي في مصر بيشتركوا مع بعض في التصنيع علشان التطوير. مدام عندك جوه في مصر ومحلي، انت اللي بتصرف وانت اللي بتخطط، صحيح انت اللي بتكلم، انت بتقول لي ده انتج الحته دي وانت انتج الحته دي وجمع مع بعضه ونشوف التطوير شكله ايه، وده عنده مهندسينه العلماء وده عنده مهندسينه المتعلمين برضه علماء يقدر يجيب احسن انتاج. انت مثلا عندك في مصنع 200 بتاع الدبابات، ما في هناك بيصنع نفسه بيصنع نقلات الدبابات، يبقى هنا الشاسيهات اللي انت بتنتجها شاسيهات كبيره تشيل. ايوه، فكان مثلا دبابه الام وزنها حوالي 63 طن و 64 طن، فانت النهارده بقى بتصنع الشاسيهات تقيله
وبتجمع مواتير كبيره تقدر تستخدمها في النقل في النقل العادي في مصر. فبالتالي ده هو ده شكل التطوير، وده الشكل الاستراتيجيه 2030 رؤيه التصنيع فيها اللي حطها الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان الناس، عشان البلد تتقدم. وعمر البلد ما هتتقدم الا اذا طورت التصنيع بتاعها طبعا، وبقى عندها المنتج الصناعي ناتج من عندها هي طبعا، وبالتالي يعود العائد عليها هي طبعا، وبالتالي بتزود قيمه العمله. يعني حضرتك لو بتتكلم على فكره التصنيع واهميته في الاقتصاد، تحويلات المصريين في الخارج، السياحه، في حاجات كتير انت مش بتتحكم فيها قد ما بتتحكم في تصنيعك انك بتطلع لقدام. لكن هل ممكن سياده اللواء نشهد مثلا مشروعات مشابهه لانتاج اتوبيسات او ميكروباصات يستعملها المواطن في النقل العادي كمان او التصدير؟ مؤكد ما دمت دخلت في حته التصنيع هتلاقي التخطيط الاستراتيجي ماشي كده. يعني انت اللي خليك تصنع التقيل هتصنع الخفيف. بس صحيح. انت الاول غطي السوق من التقيل، لان انت السوق عندك في مصر محتاج التقيل كتير جدا. شوف انت بتستورد كام عربيه نقل في السنه. ايوه بالظبط. وشوف انت كنت بتستورد كام عربيه قتال من بره كل سنه. تمام. انت النهارده بقى متوفر عليك التصنيع اللي بتغطي التصنيع العسكري بتاعك وما عادش بتستورده من بره. صح. فده اولا يبقى انت حررت القيود على السلاح اهو. صح. فالمعدات العسكريه برضو كلها معدات استراتيجيه لها قيود ولها حسابات توازن بين القوى الكبرى. طبعا. في مبيعات السلاح. فانت النهارده داخل السوق ده بقلب جامد، وبدايته بدايه العرض فيه واعلانه كان معرض ايدكس 2018. ايوه. واعتقد يا فندم وحضرتك تصلح لنا انه اللي يصنع معده عسكريه محتاجه دقه شديده جدا لاشتراك في حرب او مناوره او مشروع تكتيكي، يبقى اسهل عليه انه يصنع حاجات للاستخدام العام او للشرطه او للاستخدام المدني يعني. ايوه طبعا، لان انت النهارده لما بتصنع للجيش او القوات المسلحه او للشرطه فانت بتصنع معده تتحمل اعباء كثيره. صح. مش اعباء عاديه، مش عربيه بتمشي على طرق اسفلت وممهدة، لا ده انت تمشي في وسط الجبل، فلازم تكون اعباء العربية اللي محملة عليها في منتهى الدقة والتوازن. فهنا بيبقى سهل جدا ان انا اصنع في الجهات المدنية. بس اعتقد الكلام ده له توقيتاته، لما تكفي حاجة بتعمل حاجة تانية. بشكرك يا فندم جدا سيادة اللواء. لا تحت امرك. شكرا جزيلا سيادة اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الاسبق. والحقيقة انه الكلام ده كلام مظبوط جدا وعظيم جدا، لان انت لما تعمل عربية، احنا بنقول عليها مركبة، مركبة عشان تبقى حاملة لأي حاجة، حاملة لصواريخ، حاملة لأسلحة، حاملة للمدافع. لكن هذه المركبة بتعملها تصممها عشان وتنفذها عشان تمشي بقى في طرق وعرة وفي رملة وفي صحراء وفي زلط وفي ظروف غير طبيعية. يبقى سهل قوي عليك ان انت تصنع الأتوبيس والمايكروباص والعربية النقل اللي بتمشي على أسفلت وتمشي على طرق. طيب ده شيء عظيم. طيب نرجع مع حضراتكم بقى لتفصيل خبر التصالح. النهارده مجلس الوزراء وافق في اجتماعه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس على مد فتره التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى 31 ديسمبر، يعني اخر السنه. المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسه مجلس الوزراء صرح ان الموافقه جت استجابه لمطالب عدد من المواطنين اللي تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لبعض الجمعيات الأهلية اللي بتتولى حاليا سداد قيمة التصالح عن القرى الأكثر احتياجا. أشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من أوضاع المواطنين، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة للمواطن المصري. واللقطات اللي احنا بنزحها على حضراتكم دي هي ما لا نتمنى أن تلجأ إليه الدولة في ملف البنى على أراضي الدولة أو البنى على أراضي زراعية. آخر تصرف بيكون بعد قانون التصالح وبعد الفترة تمدت مرة واثنين وثلاثة وبعد القضايا وبعد بيكون هو ده التصرف الأخير، لأن لابد أن تكون يد الدولة قوية. طيب أرجع معاكم لتفاصيل الموضوع بتاع نيجيريا. السفير عمرو محمود عباس
مساعد وزير خارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج بيصرح بأنه فور تلقي الوزارة نابأ حادث القرصنة على سفينة الشحن قبالة السواحل النيجيرية على متنها من ضمن جنسيات أخرى مواطنين مصريين، ضابط ثاني اسمه سعد شوقي ومهندس كيرولوس سمير. قام الخاطفون بمطالبة الشركة المالكة بفدية لإطلاق سراح المختطفين. قامت وزارة الخارجية المصرية على الفور بالتواصل مع سفارتنا في أبوجة للوقوف على الملابسات وآخر التطورات للموقف. تم إصدار تعليمات مباشرة وسريعة لسفارتنا بإجراء اتصالات مع كافة المسؤولين على أعلى مستوى في نيجيريا لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطفين والتنسيق مع السلطات النيجيرية للعمل على بذل كل الجهود وطرق كافة السبل للإفراج الفوري عنهما. يأتي ذلك في إطار الحرص المستمر للدولة ووزارة الخارجية على سلامة وأمن ومصالح المصريين في الخارج. أروح مع حضراتكم لوزارة الصحة والسكان. النهاردة وزيرة الصحة دكتور هالة زايد أشارت أن معدل الإصابات بالفيروس بيأخذ منحنى تصاعدي خلال هذه الفترة، وقالت أنه محافظات القاهرة والجيزة واسكندرية تسجل أعلى معدلات للإصابة بين محافظات الجمهورية، وقالت أن نسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها أو الخاصة بالأسرة نسب إشغال الأسرة في المستشفيات المصرية الداخلية أو الرعاية أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات مطمئنة حتى الآن. أستاذ الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الطب الوقائي جامعة الزقازيق، مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا أستاذ إيهاب. دكتور عبد اللطيف، يعني احنا النهارده كان الوضع اللي بتعلنه وزيرة الصحة ان عدد الأسرة سواء العادية او الخاصة بالرعاية او أجهزة التنفس الصناعي مازال مطمئن، مش كده؟ تمام، بالفعل عندنا الحمد لله المستشفيات سواء المستشفيات العادلة او المستشفيات الحكوميات بامكانياتها بما فيها من اعداد اسره واجهزه التنفس او الاي سي يو لغايه دلوقتي الحمد لله الاعداد مطمئنه، لان الاعداد زي ما احنا عارفين النهارده وصلت 392 او امبارح بالليل بمعنى صح لسه النهارده ما قولش، والوفيات 16. الارقام دي بالظبط يا هاب بتقريبا زي 7 مايو اللي فات، يعني 7 مايو تحديدا 392 اصابه او 395، وبالتالي عايز اقول الحاله مطمئنه لكن مقلقه. يعني ايه الاثنين مع بعض؟ ايوه مطمئنه الحمد لله مستشفياتنا قادره انها تتعامل مع الحالات، تمام، لكن اوعوا تنسوا ان احنا في 7 مايو اللي فات كنا قلقانين جدا لما وصلنا للرقم ده، لما وصلنا ل 400 كنا قلقانين جدا وكنا خايفين تبدا بقى المتواليه تزيد والاعداد تزيد بالمتواليه هندسيه وما نلاقيش اسره وما نلاقيش عنايه مركزه. طب الحل ايه يا جماعه؟ الحل مش قدامنا غير الكمامات والتباعد. ليه؟ لان زي ما حضراتكم عارفين كلنا دلوقتي اكيد بنشاهد الوكالات الانباء العالميه كلها بتتحدث عن سباق التطعيمات سواء فايزر او موديرنا. النهارده المملكه المتحده اقرت بالفعل فايزر اعتقد وموديرنا يمكن قريب، استرازينيكا في سباق، يعني التطعيمات هتطلع. طب هل هتطلع في الثلاث شهور دول؟ لا يا جماعه، كل اللي بيشوفونا دلوقتي لازم يعرفوا ان التطعيمات دي قدامها على الاقل 5-6 شهور هتطلع الايام دي وهتبدا تتوزع اخر الشهر ده. أي. لكن هتتوزع بكميات قليله على الاطقم الطبيه سواء الاطباء او المستشفيات، هتتوزع على دار المسنين، لكن الشعب العادي لسه بدري مش اقل من 5-6 شهور علشان تبدا اول جرعات كبيره شويه تتوزع على الناس. طيب دكتور عبد اللطيف اسمح لي، عندي سؤالين مهمين هنا. اولا الناس بتتساءل هل التطعيم هيكون اجباري ولا اختياري، والسؤال الثاني الارتفاع اللي حاصل مؤخرا في الارقام زي ما حضرتك تفضلت يشابه ما كنا في مايو، يعني بعد شهرين فقط من اكتشاف الاصابات، هل ده بيعني ان دي الموجة التانية ولا انها موجة ارتدادية ولا ان احنا مازلنا في الموجة الاولى ولسه مش عارفين اللي جاي ايه؟ هو انا شخصيا بأتجاوز حكاية موجة اولى او ارتدادية او تانية، لانه كله ده اختلاف علمي وكل واحد عنده ما يدلل بيه على رأيه. يعني مش مهم التسمية، المهم ان في مصابين. نعم، يعني مش مهم حضرتك رايك ان مش مهم نسميها ايه، المهم ان في مصابين على الارض عددهم كذا. لا، مصابين وزادوا، يعني عندي سواء بغض النظر على التسمية الارتدادية او الموجة التانية او الاولى،
فانا انا شخصيا اقول ان دي اولى ولسه ما انتهتش وممكن تتحول وتكبر تاني. ما تفرقش لانه ممكن واحد يقول لك لا الاولى خلصت وما تفرقش ال100 حاله. يعني زي ما بقول لك دي حاجات علميه قد لا يعني مش هتؤثر اطلاقا على الوضع بتاع المكافحه او الوقايه. صح. الوقايه ثابته ومفيش التطعيم مش هيطلع قبل 5-6 شهور عشان يوزع الناس العاديه، بالعكس عشان نقدر نطعم 20% فقط من سكان العالم يمكن الامر يستغرق اكثر من سنه او سنه ونص. طبعا فاهم حاجه عندي دلوقتي يا هاب بيه الشهور اللي جايه الثلاث اربع شهور اللي هم شهور الشتاء دول. شهور الشتاء زي ما هو معروف امراض الجهاز التنفسي بتزيد فيه واحتمال كبير برضه كوفيد 19 زي ما زادت في اوروبا وزادت في امريكا بالفعل وزادت بطريقه مهوله شويه ان تزيد عندنا. فالاحتمال ده قائم بشدة. طيب هنعمل ايه ومفيش تطعيم؟ هنعمل ايه في الثلاث اربع شهور؟ مفيش. انتج وبدأ يتسوق لكن لن ينزل الى الاسواق للعامة في جميع انحاء العالم مش بس عندنا فصل اطلاقا. طيب هل يا فندم لما ينزل للاسواق هيبقى اجباريته قاصرة على الفئات اللي هي منعتها ضعيفة وعندها امراض تنفسية ولا هيبقى اجباري لكل الشعب؟ هو اولا كلمه اجباري لكل الشعب لا يستطيع دوله في العالم كله انها تعمل اجباري لكل الشعب اولا يعني. تمام. ثانيا العلماء عمرهم ما هيعملوا اجباري لتطعيم كوفيد غالبا يعني ما يثار حتى هذه اللحظه. أيه. مفيش حاجه هيبقى اسمها اجباري، لكن لو التطعيم اعلن عن كفاءته وسلامته الناس نفسيه هتتسابق يعني. انا كل ما دايما بنقول كعلماء وبائيات او علماء تطعيمات بنقول طالما وجد اللقاح والتطعيم وهو آمن فهو الحل الأمثل يعني. صحيح. مش عايزة كلام، لو وجد التطعيم ومن المؤكد أن السلطات الصحية في جميع دول العالم وعلى رأسها مصر هتؤكد وتتأكد أن سلامة التطعيم قبل ما تصدره أو قبل ما تديه للناس كلها. تمام. يعني قبل التطعيم الجمهوري الناس أو المصادر الصحية في مصر وجميع دول العالم هتكون متأكدة على الأقل من سلامة التطعيم أنه مفهوش سايد افكت، مفيش مضاعفات. أيه. حتى لو كنا مش متاكدين من فعاليته او استمرار فعاليته عند سنه او عند شهور انما قد يكون ده امر ما نخوفش التطعيم، يعني هاخد تطعيم ويستمر 6 شهور او سنه امر ما يخوفنيش، لكن طبعا اقتصاديا مكلف تمام. جدا لكن تمام. ما يخوفنيش كفرد اني اخد التطعيم. انا شخصيا كعبد اللطيف على استعداد اخد تطعيم لو قالوا لي كفاءته 6 شهور. صح. لكن الامان ما فيهوش فصال ما فيهوش هزار، لازم يقولوا لي ان التطعيم ده امن 100%. وبالتالي السلطات الصحيه قبل ان تقر في مصر وفي كل الدنيا هتبقى متاكده من امان التطعيم على الاقل. وفي هذه الحاله انا بنصح الجميع اللي يقدر ياخده. لكن من المؤكد كما اعلن في جميع دول العالم ومنظمه الصحه العالميه والCDC والدول الاوروبيه انه هتبدا بتطعيم الاطقم الطبيه لان هم الاكثر الفئات معرضه للمخاطر واصابته بتصيب الناس كمان. تمام. وبالتالي هو الاولى بالرعايه لصالحه شخصيا وصالح المجتمع. بشكرك. الاثنين هيبداوا بالفئات الحساسه اللي هي امراض القلب، امراض السرطان، امراض السكر اللي مناعتهم ضعيفه بشكل عام. الله يشكرك. شكرا جزيلا استاذ الدكتور عبد اللطيف المر استاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق. ونروح لإثيوبيا واللي بيحصل فيها. مسؤولين في الأمم المتحدة قالوا النهاردة إن إثيوبيا مع المنظمة الدولية توصلت الاتفاق للسماح بدخول المساعدات للمناطق اللي بتسيطر عليها الحكومة في إقليم تجري. أعلنت القوات الاتحادية انتهاء عملياتها العسكرية ضد القوات المحلية، وقالت أن كونسر مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا لرويترز إن الاتفاق وقع بالفعل. مصدر بالأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن الأمم المتحدة والحكومة شكلوا مجموعة لوجستية لضمان وصول المساعدات الإنسانية. الحكومة الأثيوبية لم ترد على طلبات للتعليق على الاتفاق. عشرات الألاف طبعا من الأشخاص بيعتمدوا على المساعدات الغذائية اللي بتبعتها الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات واضطروا للفرار من منازلهم في تجري، بالإضافة لزي ما المحللين بيقولوا وجود حوالي 100,000 من اللاجئين غير 50,000 اللي فروا للسودان. وأكيد الرقم كمان بيعلى لأنه يوميا الأرقام بتزيد وبتضطرب، ولأن الحرب في طبيعتها هي مقلقة
للإنسان، ولأنه بيخاف على أطفاله وعلى عائلته من الكبار في السن والأطفال والسيدات. فإحنا نتمنى أن هذه المشكلة تنتهي سريعا، وأنه كل الأطراف يعني تتمتع بضبط النفس، وتنخرط إثيوبيا مرة تانية في العمل التنموي وفي رفع مستوى المعيشة للمواطن الأثيوبي. طيب أرجع مع حضراتكم لخبر تاني كنت قلت لكم على بعض من تفاصيله في استعراض الأخبار. وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي قال إن بلاده ستوقع مع البحرين عدد من الاتفاقات الاقتصادية، وفي وفد بحريني بيضم عدد من الوزراء بيزور إسرائيل الآن بهدف إجراء مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي. وزير خارجية إسرائيل قال إنه هيتم تشكيل فريق اقتصادي لتطوير العلاقة الثنائية مع البحرين. دكتور سعد الزنط مدير المركز العربي للدراسات السياسية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدين ميسات، أهلا وسهلا. دكتور سعد، يعني البحرين دخلت كمان في تطبيع أكتر من مجرد توقيع معاهدة سلام، تعليق حضرتك. نعم. شوف، هو الحقيقة هو في حاجة بتحصل من بعد مؤتمر مكافحة الإرهاب والتطرف اللي اتعمل في الرياض في مايو 2017. أيوة. وكان المؤتمر ده كان الحقيقة كان المقصود به استبدال العدو التقليدي للمنطقة من إسرائيل إلى إيران. وكلاهما الحقيقة هما بالنسبة للمنطقة هما في نفس الخانة، الفرق فقط إن ده ان اسرائيل عندها اللي يحميها وعندها الاداره لمصالحها وعندها القوه اللي تقدر تضغط بيها على المنطقه. لكن الاثنين هو الحياه بتتساوى العداوه مع المنطقه. بعد المؤتمر ده الحقيقه حصل تغير شديد، كان من نتيجته الطبيعيه ومن ان حصل نوع من الضغط على دول الخليج لاقامه علاقات مع اسرائيل، خاصه بعد فشل مشروع الأولاني ومشروع نيوم لو احنا فاكرين. عملية المقاربة الاقتصادية بديل عن المقاربة السياسية مع إسرائيل. الحقيقة واضح ان الاستجابة كانت في البداية من البحرين والإمارات. وكان ومتوقع ان يبقى فيه استجابات اخرى. موضوع البحرين بالذات، هو في سبق البحرين الإمارات عملت شغل كتير الحقيقة الفترة اللي فاتت، وزارات متبادلة وطيارات، كان فيها طيارة في رحلة في 150 سائح ورجل أعمال. المهم ان في الحقيقة تسريع شديد بالتطبيع مع إسرائيل، وكان ده متوقع ان ده يصب في خانة نجاح ترامب في الانتخابات. لكن انتهت الانتخابات والزخم لم ينتهي بعد. في فهم لسيكولوجية الإدارة الأمريكية سواء الجديدة أو الدائمة، في سيكولوجية دائمة وفي سياسة دائمة المناصرة لإسرائيل وضاغطة على العرب. في تقدير عشان ما أطولش عليك أن هذا التطبيع هيزداد، هيمتد لأكثر من دولة من دول الخليج، ربما يشمل الخليج بالكامل. وده احنا قلنا ترامب حاول في البداية السطو على ثروة بعض الدول، في سطو جديد هيتم على باقي الثروة. وانا في يقيني ان التطبيع مع اسرائيل ربما يبقى مع الحكومات، لكن الشعوب العربية بترفض التعامل مع اسرائيل، لان هناك الجميع يؤمن بان اسرائيل لديها هدف كبير في النهاية وهو السيطرة على المنطقة. حاجة تانية ناخد بالنا منها ان في صراع في قيادة المنطقة بين ايران تركيا اسرائيل، خاصة بعد 2011 وخروج مصر من المعادلة. والحقيقة مصر عمرها ما كانت تسعى الى القيادة القصرية للمنطقة. بالزبط. ايران تم احترها وبقت في موقف اقتصادي وعلاقات دولية صعبة جدا. تركيا بتستنزف اقتصاديا العمليات بتاعتها العسكرية اللي ابتدت من ليبيا لأذربيجان للعراق لسوريا، الأماكن كتير الحقيقة. إذن سواء كانت إيران بتضغط عليها من أمريكا أو تركيا بتترك لهذا العبث بموافقة أمريكية، فالغرض في نهاية خبيث للغاية، وهو أن الدول دي تخرج من المنافسة
وتبقى إسرائيل. فإحنا بنقول إن مهما كان التطبيع مهما كانت الأمور، في حاجة عندنا إحنا إن إحنا يجب أن ننتبه إلى أن إسرائيل بتسعى وبتعمل على إنها تقود المنطقة. وإحنا شفنا امبارح بس في خبر صادم الحقيقة شفته على القنوات الإسرائيلية أو خبرين، الأولاني إن يجب إن إحنا نعترف اللي هو إحنا يعني العرب أو المنطقة بإن عرب بإن يهود اللي جوا من الدول العربية وتركيا وإيران لاجئين، وده في منتهى الخطورة. الخبر الثاني إن هم كسروا أو هدموا مدخل المقبرة اليوسفية، وده معناه إن الخطوة اللي جاية هيبقى فيه تغيير كبير في المسجد الأقصى، في المعالم الحضارة اللي تخصنا كعرب، وللأسف فيها إذابة للهوية العربية وتقام حضارة أخرى بالتزيور في إسرائيل. شكرا جزيلا دكتور سعد الزنت مدير المركز العربي للدراسات السياسية. عايز أتكلم مع حضراتكم على وزارة الداخلية وإعادة تذكيرها للمواطنين بأهمية تركيب الملصق الإلكتروني. وحدات المرور على مستوى الجمهورية بتواصل استقبال المواطنين لتركيب هذا الملصق، والحقيقة أنه هذا الإجراء ما بياخدش أكتر من 5 دقايق، ما فيهوش وقت طويل ولا فيه بتستنى حد ولا فحص ولا أي حاجة، الموضوع ما بياخدش أكتر من 5 دقايق. أيضا استبدال اللوحات القديمة اللي هي أرقام بس باللوحات الجديدة اللي هي المؤمنة اللي هي بتبقى فيها حروف وأرقام، واللي بتدرج ملف مع الملصق الإلكتروني، تدرج ملف العربية لإخضاعه للفحص في أي لحظة، إنه في أي لحظة حد بيسأل عن الرخصة، حد بيحب يعني يتتبع العربية دي إيه، لا قدر الله العربية اتسرقت، المخالفات اللي عملتها، بيكون ده في ثواني في الوزارة بتوفره، لأن المعلومات سهل جدا التعرف عليها من خلال هذا الملصق. لكن الحقيقة أنا نفسي كمان يا جماعة، يعني مش عارف بقى ده يبقى ملصق ولا يبقى توعية ولا يبقى إيه، يعني مسألة التخمين اللي احنا عايشينها في مصر بالتحديد، العربية اللي جنبك أو اللي قدامك أو اللي ركنة هتطلع إمتى فجأة قدامك بدون لا إشارات ولا مرايات ولا مراعاة لفرق السرعات، ولا العربية اللي جاية من شارع معروف إنه جانبي على شارع رئيسي وتروح بتلف على أوسع دايرة. يعني الحقيقة لابد إن الحاجات دي تضبط، لأنه عايز أقول لحضراتكم وإنتوا أعلم مني إنه في العالم كله ما ينفعش تخرج برا الحارة المرورية بتاعتك إلا لو داخل شمال ولقيت على الأرض سهم بيقولك داخل شمال، إنما المراجيح اللي إحنا عايشينها في المرور في مصر دي يعني محتاجة برضو وقفة. سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري، مساء الخير يا فندم. سيادة اللواء، ألو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إيهاب، تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج والمشاهد الكريم. تحياتنا ليك يا فندم، وكنت بتحدث عن فكرة أهمية الملصق الإلكتروني، وعايزين ملصق تاني يا فندم اسمه خمن، لان احنا ماشيين سايقين ما احناش عارفين اللي هيطلع فجأة قدامنا بعد ما كان راكن، ولا هو جاي من الشمال وداخل اقصى اليمين من غير سبب، ولا طالع من شارع جانبي وبياخد الملف على اوسع دايرة. محتاجين يا فندم نضبط فكرة الحارات المرورية، حضرتك يعني برضو قلنا من خبرتك كده دي تتعمل ازاي؟ لا دي طبعا في البداية السلوكيات وليه قواعد، الموضوع ليه قواعد المفروض القائد السيارة يكون ملم بيها والعلم بيها أثناء تدريبه للقيادة وأثناء اختبارات اللي بتعمله أثناء استخراج رخصة القيادة. معلوم دايما أن الأولوية بتبقى للطريق الرئيسي، بالنسبة للطريق الفرعي أنه هو المفروض ما بيطلعش إلى الطريق الرئيسي إلا ما يتأكد من تجاوز السيارات التي أمامه في الطريق الرئيسي، وعقب ذلك أنه بيخرج من الطريق الفرعي. هذا أيضا عند خروجه من الطريق الفرعي يجب أن يلتزم أقصى اليمين وليس أقصى اليسار، حيث أن السرعة بتكون لليسار وليس لليمين، وإنما تباطؤ السيارات بيكون لليمين وليس للسيارات. عشان كده احنا دايما نقول اتوبيسات هيئه النقل العام وسيارات النقل والنقل المقطوره يجب ان تلتزم الجانب الايمن، وكذلك بالنسبه للسيارات الاخرى
بتكون بتوصيله مكاب او يعني ان هو يكون بتركيبه مكاب، فلازم ان يلتزم بالحره اليمنى حتى لا يسبب في اعاقه الحركه المضيه او لا قدر الله حوادث مضيه نتيجه التوقف المفاجئ. فبالتالي عمليه الملصق الالكتروني تركيبها في الوحدات المروريه بتستغرق وقت كبير ابدا. دلوقتي عشان كمان برضه نوضح لحضرتك وللساده المشاهدين ان دلوقتي في اونلاين موجود دلوقتي موجود على النت اللي هو راديو مضوض مصر، في دلوقتي موجود دلوقتي في على النت دلوقتي موجود برنامج اسمه مضوض مصر، عن طريق مضوض مصر دوت بيدفع الثمن الملصق الالكتروني وبيروح لوحده الترخيص التابع ليه للشباك، بيدوله الملصق على طول على الملصق الالكتروني على طول في ثواني، وبياخده بينزل لوحده الفحص الفني في موجود مندوب موجود من احدى الشركات التابعه للاداره العامه للمضوض، بيركب له الملصق الالكتروني وبيكشف عليه الجهاز الموجود عنده. فممكن جدا عشان المواطن يساعد عليه يوفر وقت بالظبط كده من ناحيه الوقت، توفير الوقت والمجهود، ان هو ممكن عن طريق اللي هو مضوض مصر اللي هو يخش على خاصيه مضوض مصر الموجوده على النت ويدفع فيها فلوس الملصق الالكتروني ويتجه للوحده اللي تابع ليها، بيكشف على الكمبيوتر ان هو فعلا دفع الفلوس، بيديله الملصق الالكتروني وبيتوجه على طول الى وحده الفحص الفني الموجوده في وحده الترخيص التابع ليها، وبيركب الملصق الالكتروني عن طريق المندوب وبيكشفه على الجهاز في ثانيه واحده. يعني الموضوع كل ما هيستغرق منه داخل الوحده مش اكثر من 10 15 دقيقه على الاكثر باذن الله. طيب يا فندم، احنا لاحظنا كمان انه الموضوع زي ما حضرتك قلت مش ما فيهوش مثلا انه الفني والمهندس والمحاسب والموظف، فده شيء جيد جدا الحقيقه برضو، يعني ان بتنتهج الوحدات المروريه سياسه الاسراع من الاجراء دوت. لكن عايز اسال سيادتك، معروف انه طبعا اي حد عايز يجيب العربيه عن طريق هذا الملصق هيجيبها وهيجيبها بسرعه، واي مخالفه واي تاريخ للعربيه هيبقى متوفر عن طريق تواصل اجهزه الكمبيوتر بهذا الرقم، لكن المواطن نفسه ايه المفيد ليه اللي نحفزه بيه انه يروح بسرعه يركب هذا الملصق؟ الملصق الالكتروني ده في صالح المواطن وليس ضد المواطن. الملصق الالكتروني دوت بيبقى عباره عن شريط ابيض لاصق بيتحط في المنتصف العلوي للزجاج الامامي للسياره، توجد به الشريحه الالكترونيه، توجد بها داتا السياره، نوع السياره، ماركه السياره، سنه الصنع، رقم الشاسيه، رقم الموتور، تاريخ الترخيص، تاريخ الفحص الفني، نهايه الترخيص، كل بيانات السياره موجوده في الملصق الالكتروني. ايضا كذلك موجوده في الملصق الالكتروني بيانات مالك السياره، اسم مالك السياره، عنوانه، رقم تليفون المحمول، رقم تليفون البريد الالكتروني ان وجد، رقم تليفون المنزل ان وجد. الملصق الالكتروني ده هيمنع الحملات المرور الموجوده في الشارع واللي بتسبب كثافات مضيه عن طريق الملصق الالكتروني. في جهاز مع الساده الضباط اسمه جهاز بي دي اي، عن طريق جهاز البي دي اي دوت بيطلع عن طريق الملصق الالكتروني يشوف العربيه دي مطلوبه امنيا ولا لا، مطلوبه جنائيا ولا لا، العربيه دي رخصه التسير بتاعتها منتهيه ولا لا. فبالتالي انا في الحاله ديت بحمي المواطن اللي هو اصلا ماشي سليم، رخصه سليمه، سيارته سليمه، يبقى في الحاله ديت انا ما بقربش منه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان عن طريق الملصق الالكتروني بقدر احدد حجم واحجام السيارات الموجوده في الشارع من حيث الكثافات ومن حيث نوعيتها، بحيث ان انا اقدر اوجه قائد السياره للطرق البديله في حاله وجود كثافات مضيه. طيب ايضا ببعت له عن طريق التليفون المحمول الخاص به في حاله توجهه الى مكان فيه غلق كلي او غلق جزئي او تحويله مضيه او مناطق اعمال الى الطرق البديله عشان اوفر عليه الوقت والمجهود. ايضا عن طريق الملصق الالكتروني. فندم لا اتفضل يا فندم، لو هتقول حاجه اخيره. انا كنت فاكر حاجه خلاص. الملصق الالكتروني ايضا انا بقدر احدد السيارات اللي هي مطلوبه امنيا، وكذلك السيارات المتهربه من الجمارك وسرعه ضبطها. ايضا الملصق الالكتروني بيحقق المساواه والعدل بين المواطنين، مش هيكون في نوع اي من المجاملات، بحيث ان المواطن يوم ما يرتكب مخالفه هتجيله على تليفونه المحمول، لو توجه لوحده المرور التابع ليها في خلال 72 ساعه بيدفع نصف الحد الادنى للمخالفه. لو تجاوز 72 ساعه بيدفع الحد الادنى للمخالفه، لو استنى لموعد الترخيص بيدفع الحد الاقصى للمخالفه. الملصق الالكتروني يحمي السياره من السرقه في حال قيام اللص بسرقه السياره، عن طريق الملصق الالكتروني بيتم متابعه السياره وضبطها في اقرب كمين. لو قام اللص بنزع الملصق الالكتروني في كوبي على الزجاج، عن طريق هذا الكوبي بتابع السياره ايضا. طب لو قام اللص بكسر زجاج السياره
بيجي اللهم الغرفة العمليات ببعت على طول أقرب سيارة دولية أمنية أو دراجة بخارية أو رجل أمن قريب من السيارة لسرعة ضبط السيارة قبل أن يتحرك بها الممسك الإلكتروني في صالح المواطن، يحقق المساواة والعدل، هيسهل الحركة المرورية، هيمنع الكثافات المرورية، هيمنع سرقة السيارات. في نفس الوقت هيكون في تواصل بين قائد السيارة والإدارة العامة للمرور أو غرفة عمل الإدارة العامة للمرور عن طريق الممسك الإلكتروني. شكرا جزيلا سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. يعني حضرتك خد بالك إنه لا قدر الله لو العربية اتسرقت تقدر تجيبها بسهولة، لو حصل لا قدر الله كثافات مرورية وانت عندك مشكلة كبيرة وعايز تتحرك تقدر تتصل بالمرور علشان تغير خط سيرك، او هتلاقي تعليمات جاية لك مثلا على المحمول زي ما سمعنا. كمان لا قدر الله لو حصل حادث الضابط يتوجه فورا بالجهاز دوت، يقدر يعرف التليفونات اللي ممكن يرد عليها، تليفون المنزل لو انت سايب تليفون بديل، تعالوا الحقوا حصل كذا، يبقى مفيش وقت طويل بيستغرق قبل ما يحصل الإنقاذ. طيب هروح معاكم لوزير الري السوداني اللي قال يجب ملء سد النهضة في 7 سنوات على الأقل، مش في 2 سنين زي ما كانت أثيوبيا ناوية تعمل. ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السودانية بيقول إن تشغيل سد النهضة هيؤثر على تشغيل سد الروسيرس، طبعا ده في السودان، وكشف ان اللجان الفنيه توصلت ان سد النهضه يجب ان يملا على الاقل في 7 سنوات، ودي كانت الرؤيه المصريه اللي تقدمت في الاول، وده نقلا عن قناه الغد. وزاره الري والموارد المائيه السودانيه نظمت مؤتمر لشركاء السلام حول تطورات ملف السد بمشاركه وزير الري السوداني ووزير الخارجيه المكلف عمر قمر الدين. الاستاذه نجلاء مرعي استاذ العلوم السياسيه والخبيره في الشؤون الافريقيه، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. دكتور نجلاء، يعني بتتوقعي حضرتك ان اثيوبيا خصوصا في الظرف اللي هي فيه دلوقتي تستجيب لمثل هذه الاحاديث حول سد النهضه، ام يظل هذا السد هو المشروع القومي الوحيد او الامل الوحيد لقاده اثيوبيا ان تجتمع حوله الفرقاء والاعراق المختلفه في اثيوبيا كمشروع قومي وتتناسى خلافاتها؟ نعم، اهلا بك اولا وبالساده المشاهدين. بداية أحب أوضح فيما يتعلق بكلام وزير الري أولا في المداخلة، أوضح أن السودان لم ينسحب من المفاوضات كما يظن البعض. لا، ده النهاردة وزير الري طالب أن لازم نوصل لاتفاق ملزم حوالين قواعد الملء والتشغيل. تمام. وده اللي احنا بنسعى عليه. نفس المطلب المصري يعني. طبعا. تمام. نفس المطلب المصري. هو قال أن فعلا الإيجابيات السد اللي هي كان تم الإعلان عليها مسبقا ممكن أن هي تتحول لمخاطر، عشان كده بلاده بترفض آلية التفاوض حول السد ومش وساطة الاتحاد الأفريقي. يعني السودان يطالب مطلبه الوحيد الآن أن يتم التخلي على الطريقة القديمة اللي هي الغير منتجة في التفاوض، وأن احنا نغيرها بمنهاج آخر، وذلك بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي لدور أكبر فيه طبعا تسهيل التوصل للاتفاق. وأنا ليا وجهة نظر في ذلك. إحنا ندعم على فكرة المفاوض السوداني، وما يطلبه كما تفضلت حضرتك إحنا كمان بنطلبه. صحيح. إن إحنا نضم مراقبين دوليين عشان نضمن الحيادية. أيوة. وأنا في أكثر من مداخلة أكدت على الدور الفعال للمراقبين، هيدفع فعلا للمفاوضات وتقريب وجهات النظر، مش لمجرد أن يكونوا مستمعين. ده حتى الآن لم يتقدم للأسف المراقبين بأي تقرير. ولكن لي وجهة نظر ان هو ليس الحديث الان من السودان عن الخبراء الافارقة او خبراء الاتحاد الافريقي. احنا بحاجة لمكاتب الخبرة الدولية اللي تم تعطيلها مسبقا من جانب اثيوبيا، اللي هي المكاتب الخبرة اللي كان الفرنسية. كنا بنلجأ اليها. طب في ظل يا فندم هذا الاضطراب، وحضرتك يعني خبيرة في الشؤون الافريقية واستاذ علوم سياسية، في ظل هذا الاضطراب السياسي والعسكري اللي بتمر بيه اثيوبيا، ازاي نحل الازمة؟ هل هم فاضيين يقعدوا دلوقتي يحلوا المشاكل دي؟ بداية هو اثيوبيا الغريب في الامر، لما تم الاجتماع من الاسبوع الماضي كان الاجتماع مفاجئ على فكرة، لم كنا يعني احنا ما كناش نعرفه كمحللين او كيعني
يعني في العلوم السياسية. تم الاجتماع، وإثيوبيا دايما بتقدم نفسها ان هي بتطلب التفاوض، يعني دايما بتقدم صورة للعالم ان هي تتفاوض، بالدليل ان هي في عز أزمة التجري الأسبوع اللي فات قبل طبعا الهجوم العسكري الأخير، كانت طلبت باستمرار التفاوض حول سد النهضة، واجتمعت مصر ساعتها مع إثيوبيا دوت الاجتماع اللي هي رفضت ان يعني ان هي تنضم لي السودان. فأنا من وجهة نظري ان إثيوبيا دايما بتحاول تقدم رؤية للعالم ان هي بتتمسك بالمفاوضات، لكن للأسف هي مش هتتنازل عن وجهة نظرها. وجهة نظرها ان هي طبعا ان هي تملى السد بدون اتفاق، وعايزة كمان تشغيله بدون اتفاق سد بدون اتفاق مع مصر والسودان. فيما يتعلق بسؤال حضرتك، عفوا دقيقة يعني ثواني، سؤال حضرتك هل إثيوبيا فعلا هتقدر في الفترة دي ان هي تحل أزمة سد النهضة؟ انا عندي فكر ان هي إثيوبيا هتحاول ان هي تجمع الفرقاء زي ما حضرتك بتقول، وان هي تجمعهم حوالين المشروع القومي الوحيد، عشان طبعا ما يكونش في اي تدخل دولي في الازمه الاثيوبيه الاخيره. تمام يا فندم، بشكر حضرتك جدا استاذه الدكتوره نجلاء مرعي، استاذه العلوم السياسيه والخبيره في الشؤون الافريقيه. طيب، محمد الشريف محافظ اسكندرية النهاردة أصدر قرار بشأن تخفيض نسبة حضور العاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمة والإدارات والأجهزة والهيئات التابعة لديوان عام المحافظة بنسبة 50%. القرار بيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 6 ديسمبر الجاري، مع القيام بوضع قواعد تشغيل ونظام تناوب لحضور العاملين. الأستاذ أشرف شرف مدير مكتب أخبار اليوم بإسكندرية، مساء الخير يا فندم. ألو؟ أيوة أستاذ أشرف، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. إحنا شايفين يا فندم أنه أكتر من محافظة بدأت ترجع تاني لفكرة نصف الطاقة الاستيعابية للموظفين علشان برضو تحافظ على المواطنين من العدوى. ده صحيح يا فندم، لانه ده تطبيق لتوجه رئاسة مجلس الوزراء ان كل محافظ يشوف المناسب لظروف محافظته، وخصوصا ان الاسكندريه والقاهره والجيزه هم اعلى 3 محافظات زي ما اعلنت الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه النهارده. اي فبالتالي اللي ما يخص المحافظ اللي هو الخدم يعني مديريات الخدمات والوحدات المحليه وكل الاجهزه والهيئات تبع ديوان عام المحافظه. ايوه. هو قال انها النهارده قرار تفصيلي بوضع قواعد تشغيل ونظام تناوب الحضور العاملين. لتخفيف التزاحم في اماكن العمل، ده من ناحيه، ومن ناحيه اخرى ان برضو ضمان ان ما يحصلش اي تعطيل لمصالح المواطنين او المترددين على تلك المديريات والادارات. هل احنا، استأذن حضرتك في سؤال تاني، هل احنا نجحنا بالفعل في تطبيق هذه المنظومة في لما كنا في بداية الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار العدوى لما كانت الأرقام كبيرة في مايو ويونيو وما تلاها، نجحنا يعني بانتظام العمل بطاقة كاملة بالفعل عن طريق 50%؟ وهل ده لو نجح مش هيخلي الناس ترجع تاني تتكلم عن حدوتة هم للمية في المية بيعملوا ايه اذا كان 50% كفاية؟ لا، هو اعتقد ان التنظيم هيكون من الطرفين، يعني بحيث ان لو حضرتك مثلا عندك اجراء غير هام جدا وغير ضروري قوي ومستعجل عليه في الشهر العقاري او في مكان في خدمي في المحافظه او مديريات تابعه ليها، ممكن تاجله وتسمح بالفرصه للاخرين العاجلين. ممكن ده يكون مثلا معلق في لافتات، واعتقد ان احنا نكون خدنا خبره من بعض اخطاء الفتره اللي هي كانت في بدايه برضو زياده الاعداد في كورونا في مصر. احنا خدنا خبره بحيث ان احنا ما يحصلش ولا تعطل ولا تكدس في نفس الوقت. تمام يا فندم، أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ أشرف شرف مدير مكتب أخبار اليوم بإسكندرية. عايز أروح مع حضراتكم للدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي افتتح النهاردة وسط إجراءات احترازية مشددة بيلتزم المهرجان بتطبيقها وفق بروتوكولات وضعت من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
طبعا حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا وآمنة صحيا في نفس الوقت في ظل المواجهة اللي بياخدها العالم ضد انتشار الفيروس. أول هذه الإجراءات اتاحت تحليل البي سي آر المجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح اللي أقيم في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية التزاما بقرار مجلس الوزراء. رئيس المهرجان المنتج والسيناريست الجميل محمد حفظي يعرب عن سعادته وفخره بما أنجزه فريق المهرجان. بيبقى فيه فريق كبير جدا شغال, ده موضوع كبير جدا يا جماعة, بيشتغلوا فيه طول السنة ويشوفوا أفلام ويستبعدوا أفلام ويستقروا على أفلام ويشوفوا نجوم ويشوفوا الترتيبات إيه والحجوزات إيه, يعني موضوع بيبقى صعب جدا وفريق عمل كبير وده مهرجان ضخم جدا. الدورة 42 بيتشرف رئيس المهرجان محمد حفظي بشكر وفخر وسعادته بالفريق اللي بيعمل لإنجاز هذه الدورة. طيب الأستاذ محمود قاسم الناقد الفني, مساء الخير يا فندم. يا فندم أستاذ محمود, يعني بتتوقع نجاح بدرجة قد إيه لهذه الدورة خصوصا أنه معروف أنه هوامش المهرجانات السينمائية تظل دائما أقوى من المسابقات الرسمية, والهوامش بمعنى الندوات والتكريمات والبرامج اللي بتبقى على الهامش من عروض أفلام مش داخلة في المسابقة الرسمية وأيضا من الإقبال على هذه الأفلام. اللي أنا أتوقع النجاح بقوة الإصرار على عمل المهرجان, يعني فريق اللي اشتغل في المهرجان أصر أنه يشتغل في الظروف دي, والظروف دي تتصعب سوق يوم ورا الثاني, ومع كده الفريق قرر انه يعمل المهرجان ويتحدى اي ظروف حواليه. فبهذه الامور في نوع من الاصرار على التوفيق, ربنا يوفقهم وربنا يوفقهم, لان بالفعل المهرجان انا شفت حفل الافتتاح النهارده ناس كتير برضو وزحمه والقاعه مليانه بشر, ومع هذا في دفء وفي ناس بتلتزم وناس ما بتلتزمش. ربنا يستر, لان احنا برضو ما خدناش درس من مهرجان الجونه النهارده. انا شايف ناس منفصله اكتر, وربنا يستر ومصرين, والسينما باقيه والحياه تستمر. استاذ محمود, يعني النهارده تم تكريم الكاتب والسيناريست الكبير جدا وحيد حامد, واللي كان لينا شرف استضافته أكتر من مرة في برنامجنا في أوائل حلقات هذا البرنامج في يناير الماضي وما بعدها, وأيضا بإهدائه طبعا الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي, دي جائزة دولية ضخمة جدا تعطى عن مسيرة حياة طويلة جدا وعطاء كبير. أيضا تم تكريم الفنانة منى زكي بالحصول على جائزة فاتن حمامة للتميز, واختيار المهرجان لعرض فيلم الافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي The Father أو الأب إخراج فلوريان زيلر في عرضه الأول في العالم العربي وإفريقيا. تكلمنا عن أهمية هذه الخطوات بعد إذنك. هو وحيد حامد, أنا كاتب مقالة بحبها جدا اسمها كده المخرج وحيد حامد, في تاريخ السينما كله بيربطوا الفيلم باسم صانعه اللي هو المخرج. أيوة. وانا شايف ان وحيد حامد له قوة المخرج. أيوة. بمعنى ان وحيد حامد عندما يمنح النص الذي كتبه لأي مخرج فهو نص متميز. أيوة. لما بيشتغل مع شريف عرفة بيكون شريف عرفة في احسن احواله, وبيحط المخرجين حضرتك يعني اصبت بيحط المخرجين في فلك النص لانه قد كده محكم فبيكون وقد كده مبدع كمان, بيقول كلام بيقول موقف. فوحيد حامد سواء في التلفزيون او في السينما او حتى في الاذاعه او حتى في الافلام التلفزيونيه, يعني هو في كل حته بيبقى عنده نقطه اشعاع. تمام. وده من اول افلامه. أيه. اللي عملها سنه 77 لحد دلوقتي مفيش عمل كان جانبي او كان هامشي. صحيح. كل الاعمال كانت لها وجهه نظر وعلامه فارقه في السنة اللي هو بيعرض فيها الفيلم وعلامة فارقة في تاريخ السينما بشكل عام. فوحيد حامد يعني احنا 2020 هو اشتغل سنة 77 فترة فوق ال 40 سنة, كان المفروض يتكرم من 10 سنين على الأقل, وأعتقد إنه اتكرم في مهرجان الأفلام الروائية, فمهرجان القاهرة النهاردة كرمه. اتأخر كثيرا لكن وحيد حامد يستحق كل
تكريم وكل تحية. بشكرك جدا أستاذ محمود قاسم الناقد الفني، وبشكركم مشاهدينا على وجودكم معايا في هذه الفقرة، ودقائق قليلة يكون معانا بعدها عبر زوم من بروكسل المحلل السياسي الأستاذ وليد درويش. خليكم معنا. عقوبات رادعة تنتظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن أشار مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى مشروع قرار للبرلمان الأوروبي يدين نشاطات تركيا غير الشرعية، كما يدعو مشروع قرار البرلمان الأوروبي المتوقع لفرض عقوبات على تركيا رافضاً محاولات أنقرة تقسيم جزيرة قبرص. وحسب خبراء فإن أردوغان سيكون تحت مقصلة العقوبات الأوروبية بعد أن انتفضت أوروبا ضد سياسات أردوغان من خلال تصويت برلمانها بالإجماع على إدانة خطواته الاستفزازية. فما يقوم به أردوغان من أعمال إجرامية في المنطقة وفي شرق المتوسط ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العالم حسب رؤية المحللين، مما يتطلب كشف مخططاته الاستعمارية بتضافر جهود الدول المحبة للسلام للتصدي لنواياه ومواجهة الأخطار المحدقة بالعالم. مشاهدينا أهلا بحضراتكم معانا في أولى فقرات الحوار لهذا اليوم عبر تقنية الزوم. يشرفني وجود المحلل السياسي الأستاذ وليد درويش من بروكسل العاصمة البلجيكية أو بروسلز زي ما بيقولوها في الإنجليزي. أستاذ وليد مساء الخير على حضرتك. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. أستاذ وليد، يعني أستاذ وليد عايز أسأل حضرتك في البداية عن الحلم التركي اللي اتدمر في دخول الاتحاد الأوروبي واللي اضطرت تركيا عشان تبحث عن دور بديل ان هي تمارس كل هذه الاستفزازات للمنطقة بالكامل، هل هذا الحلم وقد للأبد ولا لسه ممكن يحصل فيه كلام؟ طيب، هو على المدى القصير والمتوسط الأمد هذا الحلم بعيد عن المتناول لأسباب موضوعية كثيرة. أي. أولا كون تركيا، تركيا من ساعة ما بدأت الجمهورية التركية في عهد كمال أتاتورك كانت دولة أعلنت علمانيتها الصريحة. من ساعة مع الرئيس الحالي أردوغان كان انتخب لبلدية إسطنبول بدأ يظهر بعض التوجهات مش إسلامية، هي إسلامية سياسية. أيوة. زي جماعات كتيرة معروفة في حتة كتيرة في العالم. أيوة. والخلط بين كلمة الإسلام وكلمة السياسة علمنا التاريخ أنه لم ينجح على الإطلاق في إقامة دولة قوية طبعا. فبعد ما كانت تركيا خدت خطوات الأكسشن الأول اللي هو تبقى يعني تدخل الاتحاد الأوروبي انتسابا، مع زيادة النعرة والتوجهات اللي بتتصف بصفة دينية إسلامية في تركيا، وبدأ افتعال المشاكل من الجاليات التركية وبالذات في بلاد زي هولندا وزي ألمانيا. أي. الدول الكاثوليكية التقليدية في الاتحاد الأوروبي بدأت تتحفظ على فكرة دخول تركيا. أنا بتكلم على حاجات عمرها 10 سنين. أيوة فندم، أنا مع حضرتك وأنا شفت بنفسي هذه الهجمة التركية في أمستردام في المحلات السوبر ماركت والحاجات ديت، وتعجبت جدا من يمكن 3-4 سنين يعني. صحيح. وبدأت المسألة تتعقد، وبالذات أن تركيا لغاية هذه اللحظة هي داخلة فيما يسمى بالاتحاد
الجمركي آه. مع دول أوروبا ودي اتفاقية معقدة في التبادل السلعي والخدمي بين البلاد. أي. إنما التوجهات بين مزدوجين الدينية والتي بدأت تأخذ صفة التطرف من ناحية آه. وانهيار ملفات حقوق الإنسان بشكل متواصل ومستمر ومتصاعد في تركيا، بالإضافة للتلاعب في الأصول الموضوعية لعلمانية الدولة التركية أي. أدى في نهاية الأمر أنه بدأت العلاقة مش مجرد تسوء مع دول الاتحاد الأوروبي، إنما لا دي بدأت تاخد مواقف عدائية. فكانت النتيجة في الآخر أنه النهاردة تركيا لولا وجودها في الناتو أظن كانت المسائل حتى سوء زيادة عن ذلك. طبعا بالإضافة بقى للمشاكل الحادثة في شرق المتوسط، الملف السوري، الملف الليبي، ملف الغاز المتوسط وترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية، بدأ نظام أردوغان يظهر نوع من الإفلاس ناحية المستقبل. وكلنا تعلمنا برضو تاني من تاريخ العالم أن من ليس له رؤية للمستقبل يبدأ في النبش في الملفات القديمة. طبعا. طبعا عشان كده عايز أسألك أستاذ وليد، عايز أسأل حضرتك عن أيضاً. لما كانت تركيا بتحلم بالانضمام للاتحاد الأوروبي طلب منها إصلاحات وعملت واجتهدت، متى تأكدت من فشل هذا الأمر وأنه لن يحدث وبدأت بقى في توريهم بقى الفشل اللي على أصوله في ان هي خلاص لا تصلح ابدا للاتحاد الاوروبي في استفزازات شرق المتوسط مع اليونان مع قبرص، تهديد المصالح الاقتصاديه المصريه، الدخول في العراق، في سوريا، في ليبيا، يعني كل هذه الاستفزازات معا. هو شوف حضرتك، بدات القصه بالتعنت التركي في ملف قبرص. ايوه. واصرارها على استمرار قبرص كدولتين منفصلتين. والملف ده كان مهم جدا بالنسبة لدول المجموعة الأوروبية، بالإضافة لملف آخر تاريخي وهو ملف مذابح الأرمن في بدايات القرن العشرين. إصرار تركيا على التصعيد بالإنكار في بعض الأحيان والرفض في أحيان أخرى، ثم العدائية التي اتسمت بالعدوانية في ملف الحديث، مجرد الحديث عن ملف الأرمن في بداية القرن العشرين، مذابح الأرمن. أي. الموضوع صعب بشكل لا يقبل الشك أو الجدل، مش عند سياسي أوروبا، عند الرأي العام الأوروبي أنه تركيا رايحة في اتجاه لن تتمكن أوروبا من احتوائها بقيم وتقاليد وقواعد الاتحاد الأوروبي. تمام تمام. طب هنا من اللحظة دي it went all south، ده ما بيقوله بالإنجليزي. ده كان امتى التوقيت ده بالظبط يا استاذ وليد؟ التوقيت ده كان من 8 ل 10 سنين فاتوا. طيب، يعني الخناقه بتاعه مذابح الارمن وانهيار المحادثات، الجلسه ال 40 من محادثات قبرص بعد ما احتلتها تركيا في السبعينات، شمال قبرص الجزء التركي منها اللي اعلنوا فيها الجمهوريه التركيه، المناقشه دي وصلت لطريق مسدود. وبدأت ممارسات أردوغان على الساحة السياسية التركية وملفات حقوق الإنسان وتهديده بالانسحاب من محكمة العدل الأوروبية، محكمة الأوروبية لحدود الإنسان اللي موجودة في ستراسبورغ مش اللي موجودة في لوكسمبورغ، خلقت حالة أكدت للدول الأوروبية إنه تركيا مش بترفض وهما مش هيرفضوها، هي بتصر على أن ترفض أن تكون مؤهلة لدخول الجماعة الأوروبية بشروط وقواعد وثقافة المجموعة الأوروبية. طب هنا أستاذ وليد، السؤال الطبيعي اللي يجي، هل هناك قوة عظمى في العالم أغرت تركيا بلعب دور يبدو كبيرا وفي نفس الوقت مش مهم الاتحاد الأوروبي؟ عندك ورقة اللاجئين تبتز بيها نفس الدول في الاتحاد، عندك دور كبير ممكن تمارسيه ببعض القواعد العسكرية مع قطر، تمارسي دور في كل منطقة الشرق الأوسط، تغيري معانا، تنفذي الخطة بتاعتنا، تخشي حرب بالوكالة أحيانا. هل حصل كده؟ هل تم الضغط على تركيا بدوت ولا يعني مغازلة
لمحبتها في لعب الدور واستعادة الإمبراطورية العثمانية القديمة؟ أنا تصوري أصله مفيش قوة عظمى في العالم لا عندها تأثير ولا عندها المصلحة إن اللي بيحصل في الشرق المتوسط ده يحصل. أي. تركيا أو أردوغان بيخدم على مصالح هو يعتبرها تركيا. أي. لأن أردوغان بيعتبر إن أنا الدولة والدولة أنا. أصبحت دلوقتي عايز فكانت الطريق الأسهل بالنسبة له هو الهد في مبادئ علمانية تركيا. وبدء يعني القصة بتاعت آيا صوفيا. أيوة تحويلها الجامع. دي ما هي إلا مسرحية هزلية كبيرة. أيوة. وعلى عكس ما كانوا يسوقونه الرئيس أردوغان وحزبه إنه في عهد كمال أتاتورك المساجد والكنائس المساجد تحديداً أتاتورك حولها لاستبلاط خيل. طبعاً ده كان كلام فيه الكثير من التدليس. ومحاولة لاستنفار الوازع الديني عند التركم. هل هينجح أردوغان على المدى الطويل في هذا الموضوع؟ المعارضة وقفت معاه عندما حدث محاولة الانقلاب لينقلب هو نفسه على المعارضة بعد ذلك. وأظن أن تركيا داخلة مش مجرد مشاكل اقتصادية أو مشاكل خارجية بس هتبدأ هتدخل في مرحلة مواجهات داخلية مع قوى سياسية تركيا الثانية وهي مش قليلة في تركيا الأحزاب الأخرى في تركيا الحزب الثاني والثالث. طيب أستاذ وليد هنا عايز أسأل حضرتك عن أبرز. حضرتك ذكرت في كلامك أنه لما حصل رفض وإصرار على الرفض أنه أبرز تبقى ترجع دولة واحدة بدأت تركيا تفهم أنه والاتحاد الأوروبي يفهم أنه مش هينفع نكمل مع بعض. طيب أردوغان الشهر اللي فات زار الجزء في الشمال في أبرز اللي بيهيمن عليه القبارصة الأتراك والبرلمان الأوروبي بعدها على طول بتأييد 631 ومعارضة 3 بس وامتناع 59 على التصويت وافق على قرار ملزم بدعم طلب أبرز العضو في الاتحاد يحث قادة التكتل الأوروبي على اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة ردا على أفعال تركيا غير القانونية. هل بتتوقع في القريب العاجل أن يصدر قرار بعقوبات حقيقية بيتحدثوا في الاتحاد الأوروبي عن ضرورة أنه يناقشوا وبعدين لما يناقشوا ضرورة يتخذوا لما يتخذوا ينفذوا بتاخد الحكاية أوقات طويلة جدا؟ للأسف الدبلوماسية والسياسة الدولية بتشتغل بالطريقة. طبعا كلنا نتمنى أنه مشاكل كثيرة تحل سواء مشكلة فلسطين مشكلة العراق مشكلة ليبيا أنه نغمض ونفتح وتبقى العمليات حلت. حسابات النظام العالمي والدبلوماسية العالمية مش مجرد ده ديناصور كبير لما بيتحرك ببطء شديد جدا ولو حاجات كتير قوي بتحجمه. فالبرلمانات من عادتها انها بتطلع في كثير من الاحيان توصيات قويه. عندما تدخل حيز التنفيذ تنساش انه تركيا معها رقبه 4 مليون مهاجر من اللاجئين السوريين والعراقيين والافغان موجودين في معسكرات في تركيا. الحنفيه اللي موجوده في ايد تركيا دي لو سابوها تنقط شوية هناك مشاكل كبيرة جدا على المجموعة الأوروبية وأولها دولة اليونان العدو اللدود لتركيا منذ أكثر من قرن. فالحسابات ما هيش بهذه البساطة اتخاذ عقوبات واتخاذ إجراءات وكلام من هذا القبيل. معظم الضغوط الدبلوماسية الدولية من 80-90% منها يحدث بعيدا عن شاشات التلفزيون وعن وكالات الأنباء وبعيدا عن التصريحات الرسمية. وده بيخليني أسأل حضرتك هل بتتوقع أي عقوبات دلوقتي بقى احنا مش بنتكلم بس على أبرز احنا بنتكلم دلوقتي بقى على استفزازات شرق المتوسط وغيرها بتتوقع بعد هذا الإجماع الأوروبي أي عقوبات وإيه تصرف تركيا في رأي حضرتك اللي هيكون في مقابل هذا التوقيع؟ هو سيكون تلويح بعقوبات وضغوطات أكثر منها عقوبات مباشرة وصريحة. تاني مجموعة العلاقات بين أوروبا وتركيا من ناحية الناتو وتركيا من ناحية أخرى موقع تركيا في شرق المتوسط لأنه
تركيا قبلنا أم رضينا فهي من القوى في الشرق المتوسط طبعًا. في الشرق الأوسط طبعا. فحرق الجسور مع تركيا وبالذات في ظل عدم وضوح موقف الإدارة الأمريكية الجديدة عايزة تتعامل إزاي إذا كانت ستتعامل مع الإطلاق مع ملف الشرق الأوسط وشرق المتوسط كل هذه مسائل خاضعة للحسابات لأنه لما تيجي تاخد الحزبة الكبيرة بتاعة الشرق الأوسط وشرق المتوسط إيران موجودة في الحزبة أيوة. روسيا موجودة في الحزبة والصين موجودة في الحزبة فما هيش بهذه البساطة وليس بهذه إنما هيكون في ضغوط وقد تكون ضغوط شديدة على تركيا على الأقل بالنسبة للملف القبرصي ومشاكل الخلافات على ترسيم الحدود البحرية في الشرق المتوسط. طب أخيرا أستاذ وليد مع جزيل الشكر لحضرتك عايز أعرف منك تصوراتك لما هو قادم بخصوص الدور التركي وتأثيره علينا. هل دور السياسات التركية مستمر؟ احنا شفنا تركيا رجب طيب أردوغان تحديدا يعني بيتراجع لما بيكون القوة الكبرى يعني مصرة وناوية زي مثلا اتفاقية ترسيم الحدود الهزلية اللي عملها مع الحكومة بتاعة الوفاق بتاع ليبيا ولما لقى فيه اتفاقيات قوية بترسيم حدود حقيقية موافقة أممية بين مصر وقبرص واليونان تراجع السفينة السزمية بتاعته تراجع وخدها وخرج ورجعت لميناء أنطاليا أول امبارح يعني متوقع الفترة القادمة هيتصرف ازاي أردوغان على قدر كل أعمال العنف والحروب اللي حصلت على مدى التاريخ جميع مشاكل العالم الكبيرة حلت على مائدة المفاوضات حتى ولو بعد حرب كبيرة وأنا أظن أنه أردوغان عنده من الخبرة أنه يفهم ذلك وأظن أنه برضو إذا استطاعت الدول الكبرى الأخرى في المنطقة زي مصر وهي دولة ليها حجمها وليها تأثيرها وليها موقعها إذا استطاعت أن تدفع إحنا مارسنا الضغط وحطينا تركيا في الحتة اللي عايزينها تبقى موجودة فيها أيوة الآن تأتي الحنكة السياسية والدبلوماسية لإعادة تركيا لتصرفات عاقلة تساهم بيها وإن كانت مرة على فض الاشتباك اللي موجود في الشرق المتوسط وأظن أن مصر في اللحظة دي ممكن جدا بمجموعة من البودرات المحسوبة حتى وإن كانت إشارات غير مباشرة ممكن تستقطب أو تأتي بتركيا للجلوس على المائدة وإن كانت سرية وحتى ده يفضل لبدء تفكيك التعقيدات اللي موجودة في البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط. أنا بشكر حياتك جدا نورتنا يا أستاذ وليد. أنا تحت أمرك. جزيل الشكر للمحلل السياسي الأستاذ وليد درويش من بروكسل ودقائق قليلة تفصلنا عن الحديث عن الاقتصاد المصري وخصوصا اقتصاد المواطن البسيط مع الأستاذ الدكتور علي مسعود الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية خليكم معنا. في ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة التي تتمثل في استدامة الوضع المالي للموازنة العامة للدولة المصرية وتطوير ورفع كفاءة تحصيل وتخصيص وصرف موارد الدولة ومساندة النشاط الاقتصادي على النحو الذي يتسق مع رؤية مصر 2030 تعكف الجهات المسؤولة على تسريع وتيرة العمل في مشروع إعادة هيكلة الوزارات المعنية بمختلف قطاعاتها وتحديد التقسيم الوظيفي والإداري بالديوان العام الأكثر ملائمة وفاعلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة
ويأتي تطوير الأداء وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية بمراعاة رصد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية والمؤهلات والمهارات الوظيفية المطلوبة ومراجعة دورة العمل واستحداث آليات تقييم الأداء من خلال الاستفادة بالتجارب الدولية المتميزة والتوظيف الأمثل للتقنيات المتطورة على النحو الذي يتسق مع بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات العامة للدولة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا في استوديو مساء الخير، حيث شرفني جدا وجود دكتور علي مسعود استاذ الاقتصاد بجامعه بني سويف. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك كمان، نورنا يا فندم. اهلا بيك. اهلا دكتور علي، عايز ابتدي مع حضرتك بالاجراءات الاقتصاديه اللي اتخذتها الحكومه خصوصا لمعاناه المواطن البسيط، بالتوازي مع طبعا مسار الاصلاح الاقتصادي اللي كان قاسي علينا كلنا مش بس على المواطن البسيط. طيب احنا خلينا نقول انه مع بداية الاصلاح الاقتصادي اللي اتخذته الحكومة المصرية من بداية 2000 او من نوفمبر 2016، أيوة، كان في واضح جدا وسمة من السمات المميزة لمراعاة البعد الاجتماعي. صحيح. وده تمكنت الدولة من خلال الاصلاحات المالية من اعادة توزيع وترشيد الدعم ووصول الدعم لمستحقيه. دي نقطة، يعني على سبيل المثال ما احنا كنا بنقول انه الدعم كان بيحتل تقريبا ما يقارب من تلت الموازنة، وكلنا عارفين انه الدعم العيني كان بيصل لغير مستحقي بنسبة حوالي من 70-75%. ببساطة برضو عشان السادة مشاهدين تابعونا، مثلا البنزين كان كله بياخد البنزين مدعم، وده مش صح. كان الكهرباء، الغاز، يعني تخيل حضرتك سفرات العربيات، السفرات الأجنبية بتيجي بتدخل البنزينة بتفاول بتاخد دعم، وده طبعا ما فيش دولة بتعمل كده. الدعم معناه ان انا بوديه للراجل المحتاج. الدولة المصرية واخدة على عاتقها اجراء اصلاحات اقتصادية لتحويل مصر من دولة نامية الى دولة صاعدة ثم الى دولة متقدمة. في المرحلة الاولى قدرنا فعلا حاليا مصر انتقلت من كونها دولة نامية الى دولة صاعدة. خلال الفترة دي الاصلاح زي ما حضرتك ذكرت كان متطلب لاجراءات شديدة جدا. طيب انا ازاي اقدر، ما انا مش هستنى اسيب المواطن الفقير الغلبان على هد ما تحصل تنمية اقتصادية بعد 10 أو 15 سنة. طب خلال الفترة دي هنعمل معاه ايه، نتصرف معاه ازاي؟ خدت الدولة مجموعة او تبنت الدولة المصرية مجموعة من المبادرات لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ذوي الدخول المحدودة. ازاي بقى؟ باختصار شديد للسادة المشاهدين، هو مستوى المعيشة يعني ايه؟ باختصار شديد الواحد عايش ازاي؟ ساكن ازاي؟ بياكل ايه؟ بياكل ايه؟ ايه الحاجات اللي هي ممكن بيتعالج يعملها؟ بيتعالج ازاي؟ كل الحاجات دي. طب تعالى نشوف هو الدولة عملت ايه فيما يتعلق برفع مستوى المواطن. لأن الناس برضه ما بتتكلم على دعم الدولة بتتكلم فيما يتعلق بس بالتحويلات النقدية. لا، 500 جنيه لإعانة العمالة غير المنتظم، أوسع من مش بيبصوا للشقق، مش بيبصوا لمنظومة الخبز العبقرية اللي اتعملت والتموين. بالظبط. ناخد قطاع السكن لوحده بس هنلاقي طيب تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. 298 منطقة عشوائية غير آمنة. غير آمنة يعني إيه؟ يعني الناس عايشة في أكاد هتقع على اللي عايشين فيه. بالظبط. هو أنا ما بنقل حوالي 177,000 أسرة، 177,000 أسرة مصرية من حياة غير آدمية، من حياة غير من مسكن غير آمن، بحولهم لمساكن زي الأسمرات، زي بشائر الخير، زي غيره. ده معناه إيه؟ رفعت مستوى معيشة الفقراء. هل ده تحيز للفقراء وانحياز للفقراء ولا مش انحياز للفقراء؟ يعني بتكلم على إسكان اجتماعي بمشروع حوالي 1,000,000 وحدة سكنية، تم الانتهاء من 414,000 وحدة سكنية، يعني 414,000 وحدة سكنية، نص مليون مثلا. بالضبط، يعني 414,000 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسط الدخل. ده معناه ايه؟
ايه ان انا عملت بالاضافه الى مشروعات حياه كريمه. ده مش بس كده، واللي يهمني يمكن اللي انا اشاركه مع حضرتك مع الساده المشاهدين ان التمكين الاقتصادي لذوي الدخول المنخفضه كذلك. فنيجي نلاقي ان صندوق تطوير الصندوق الاجتماعي سابقا او حاليا جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه قام بمجموعه كبيره جدا من المشروعات تعدت حوالي 28 مليار جنيه خلال الفتره اللي فاتت. دي كلها مشروعات متناهيه الصغر وصغيره. ده معناها ايه؟ معناها باختصار شديد ان انا اديت فرصه لحد يقدر يفتح مشروع ويبدا يعمل ما يعني مصدر دخل ليه ويتمكن اقتصاديا عشان ما يعيش حاله على الدوله. لا، ده يبقى مواطن منتج داعم للدوله ومشروع رجل اعمال قد يكون من الايام رجل اعمال كبير. صحيح. كمان ما ننساش مشروع التامين الصحي الشامل. ده مشروع نجي من الجانب الصحي رائع بقى. يعني نجي من الجانب الصحي، اول حاجه الفيروس سي ده قبل التامين الصحي الشامل. أيوه. فيروس في ده حضرتك احنا دايما كنا بنقول بالظبط، كنا بنقول انه لو مصر اتضربت بسلاح بيولوجي ما كانتش اللي حصل فيها انه كم الاصابات دي ونبقى اعلى معدل النمو في اصابات فيروسيه على أيوه. مستوى العالم، لتعلن مصر في خلال بعد سنوات بسيطة إنها الدولة الوحيدة على مستوى العالم الخالية من فيروس سي. دي نقلة كبيرة جدا في مجال الصحي. مشروع التأمين الصحي، تطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية، تطوير الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، الطب الأسرة، طب الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية والوحدات الصحية. احنا بنشوف لما بنروح قرى قد ايه دلوقتي نقدر تتابع متابعة الطفل الصغير، متابعة الحوامل، التدخل المباشر والمتابعة على مدار الحمل وما بعد الولادة. عندنا كمان مبادرات كتير قوي لصحة المرأة والنظر طيب عايز أسأل حضرتك عن الاقتصاد المصري اللي بتقول الإحصائيات الدولية إنه مش بس أبدى صمودا لافتا أمام انتشار جائحة كورونا لكن وتداعياتها الاقتصادية كمان، لكن أنه تاني أكبر معدل نمو على مستوى العالم في 2020 بنسبة 3.6%، وده يتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي اللي كانت قالت على أرقام أقل من كده، أعتقد ما تتجاوزش 3%. يعني احنا بجد مش قادرين نصدق ان مصر هي تاني اكبر دولة حققت اقتصادها نمو في السنة اللي فاتت دي 3.6%. تمام. وازاي قدرنا نعمل كده؟ تمام. طيب خلينا بس نفكر السادة المشاهدين بنقطتين في المجال في الموضوع ده. الحاجة الاولى ان التقرير الاول لصندوق النقد الدولي ده كان في ابريل 2020 وقال انه الاقتصاد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ووسط اسيا اللي هينمو بمعدل موجب 2% هو الاقتصاد المصري. في الفترة دي أنا كخبير وطني محلي طلعت قلت يا جماعة في معطيات الاقتصاد الوطني معدل النمو هيوصل ل 4%، هيبقى في حدود 4%. جينا في شهر 10 نفس تقرير الصندوق رفع التوقعات وغير توقعات الاقتصاد المصري من 2% ل 3.6%. طيب ده ليه؟ هو ليه الحاصل ده؟ ومعناه إيه؟ وأثر ده على المستقبل بتاع الاقتصاد المصري وواقع المواطن المصري إيه؟ أول حاجة لو احنا قلنا السبب، سبب باختصار شديد مجموعة الإصلاحات الاقتصادية اللي اتبعتها الدولة المصرية من نوفمبر 2016 أو 2016 لدلوقتي. أنا هقول مثال واحد على مثال واحد بس نذكر السادة المشاهدين. يا ما حصل وتحتم تحرير سعر الصرف، وده قرار قاسي وقرار جديد جريء جدا وتهاجم من كل فئات اللي هي ما كانتش دارسه ده كويس، على الرغم ان احنا انا شخصيا من 2003 عندي ابحاث وبنادي من 2003 بتحرير سعر الصرف، لانه عارف معنى ايه ان انا مكلبش سعر الصرف. ده معناه تهديد كبير جدا للاستثمارات الاجنبيه المباشره ومكتفين الاقتصاد بتاعنا بيه. طيب اللي حصل ايه؟ اللي حصل هنا نقدر نقول مؤسسات الدولة عملت بطريقة كبيرة جدا بتناغم مش البنك المركزي بس. هل تتخيل ان في بداية التعويم كان عندنا 15 مليار دولار؟
لو جت أزمة كورونا وإحنا معنا ال 15 مليار دولار، بس على فكرة ده أنت عشان كان تدعم الجنيه عشان تحافظ على مستواه كان ال 15 مليار دولار دول جزء منهم هيضيع. فخلينا نقول إن إحنا دخلنا أزمة كورونا معنا 15 مليار دولار وجيت عومت، كانت هتبقى كارثة بكل المقاييس فيما يتعلق بمعدلات التضخم. النهاردة إحنا 45 تقريبا الرقم. إحنا لما دخلنا على أزمة كورونا كان تعدى الاحتياط النقد المصري، وده يعني رقم كان ريكورد أو يعني رقم مسجلين قياسي. رقم جديد وصل ل 45 مليار دولار. دلوقتي بدأ يقل شوية بعد أزمة كورونا، وصل ل 35 مليار، دلوقتي رفعنا زيادة عن 38 مليار وداخلين على 39 مليار دولار. لو أنا ما عنديش، لو أنا ما خدتش القرار ده كنت، وأنا بقولها بكل صراحة ووضوح، كانت مصر أجبرت على التعويم وهو اقتصادها في مرحلة ضعف نتيجة لتداعيات الأزمة. وكان اللي معاه بقى اللي هي كانت أكتر دعوة بيتكلموا فيها إنه الجنيه ما بقالوش قيمة، كان مش هيبقى له قيمة خالص بقى. يعني كنا نشوف زي دول مجاورة مثلا الدولار ب 400 جنيه مصري والكلام ده، كان هي يعني صعب ان انا اقول ارقام كان ممكن يوصل لكام، لكن هيبقى كان الوضع سيء جدا. كان هيبقى فعلا، لا مش بقول ارقام، بقول في دول مجاورة لينا الدولار وصل الفات. طيب النهاردة وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد اللي هي طبعا حاصلة مؤخرا على جائزة التميز الحكومي أفضل وزيرة عربية، قالت إن الحكومة بعدة محاور اقتصادية حافظت على اقتصادها وبإجراءات استباقية. هل من ضمنها اللي حياتك كنت بتقوله ده إن التعويم كان بدأ بس ما كانش حد عارف، لكن كان حد عارف إنه يبقى فيه شراسة اقتصادية فنلحق نستبق بإجراءات؟ إيه تاني؟ هي تقصد بالإجراءات الاحترازية لأن الاستباقية، ودي كانت أحد سمات التعامل الدولة المصرية مع أزمة كورونا. أقول لحضرتك هي اتسمت تعاملنا مع أزمة كورونا بحاجتين مهمين جدا، الاستباقية والتنسيق بين المؤسسات بصورة كبيرة جدا. فيما يتعلق بجانب الاستباقية، بمجرد ما أزمة كورونا بدأت وبدأت تظهر على الأرض، كان رد فعل مباشر بتوجيه من سيادة الرئيس للحكومة المصرية بتوفير أو بتوفير مبلغ 100 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة. طيب ده تأثيره إيه على السوق؟ تأثيره فاقل 100 مليار جنيه بكتير جدا. تأثيره إيه؟ بعت رسالة للمستثمرين، بعت رسالة لرجال الأعمال، بعت رسالة لأصحاب الأعمال إنه الحكومة المصرية ستدعم الاقتصاد المصري وستقف وستحول دون انهيار الاقتصاد أو تراجع الاقتصاد بصورة غير مرغوب فيها. دي حاجة. الحاجة الثانية اللي عمله البنك المركزي، وده يعني مش سهل ان البنك المركزي يروح منزل سعر الفايدة 3% مرة واحدة، ده إجراء لو تعلمون عظيم، يعني طبعا حاجة مش سهلة. البنك المركزي ما بينزل سعر فايدة، بينزل بربع في المية، نصف في المية. طبعا معروف انه لما انت بتدي فلوس للبنك بس يشيلها لك ويدي لك عليها فايدة، لما الاقتصاد بيقوى هو مش بيحتاج ده، فبيقلل ده عشان يدفع بيك للمخاطرة في صناديق استثمار، في استثمار فعلي مباشر او كده. يعني هو يعني احنا هنقول لما كان السبب ان انا اخفض سعر الفايدة، ان انا بفتح للمستثمرين فرصة انه يدخل ياخد قرض ويبدأ يعمل بيه مشروع. بالظبط صح كمان جدا. دي من الناحية التانية، لو انت معاك فلوس وسعر الفايدة منخفض يعني هتكسل تحطه في البنك، فهتدور على آلية تانية استثمار لاستثمار المبلغ. طيب ده هسأل حضرتك على حاجة تانية قالتها برضو دكتور هالة السعيد النهاردة، ان هي قالت ان في 6.6 مليون يعني 6.6 مليون و600 ألف عامل مصري تقدموا للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وإن كان هذا الرقم لا يمثل حجم العمالة غير المنتظمة، لكن ده رقم كبير إن الدولة تقدر توفر 3 موجات من الدعم ده، يعني 1500 جنيه في 6.6 مليون، ده رقم عبء على ميزانية الدولة. هو بالتأكيد هو الرقم كبير بكل تأكيد، لكن احنا الموضوع ليه شقين ومهمين جدا. شق اجتماعي، وانه الدولة المصرية بتقف مع المواطنين محدودي الدخل في مواجهة أزمة كورونا وضمان
دخول ليهم في أثناء الفترة دي. دي حاجة. لكن في بعد اقتصادي مهم جدا. بعد اقتصادي ده باختصار شديد معناه إيه؟ عشان بس ما نقولش نبصله من ناحية الإيجابية من ناحية التانية. إن الناس دي هتاخد فلوس هتعمل بها إيه؟ باختصار شديد أنا عامل غير منتظم وخدت فلوس، هل هحوشها هتدخرها؟ لا، هبدأ هعمل بها إيه؟ هشتري. فهشتري من سلع وخدمات، معناها ان انا بزود الطلب وبدور عجلة الاقتصاد بتاعتي بالضبط، بدعم وبحافظ على حياة الناس دي لانها هتعيش ازاي بعد مصدر دخلها متوقع. رغم يا فندم برضو في نقطة مهمة جدا، ان المشاريع القومية بحمد الله لم تتوقف يوما بشفتاتها. يعني المشاريع القومية شغالة مثلا بثلاث ورديات في 8 ساعات، كل ده شغال. المشاريع القومية ده حاجة سيتوقف عندها تاريخ، ودي مش مبالغة، دي مش مبالغة لمجموعة أسباب. منها المشاريع القومية أنت بتتكلم على استيعابها لاتنين ونص مليون عامل. يعني بمعنى خلقت اتنين ونص مليون فرصة عمل خلال الفترة اللي فاتت. دي حاجة. الحاجة التانية أن المشاريع القومية تفتكر بعد 2000 بعد يما بدينا احنا بعد ثورة يونيو وبداية 2014 كان الاقتصاد المصري شكله ايه؟ كان طبعا لازم متأثر، كان ضايع من 2013 و2012 واقع، سيطرة جماعة إرهابية على مقاليد الحكم في مصر لمدة سنة، وكان كل همها إنه يجذب الإرهابيين من كل مكان يحطهم في سيناء عشان يضمن استمراريته في الحكم لمدة 500 سنة جايين أو إلخ إلخ. فكانت القصة، كانت الدولة فعلا في مشكلة، والوضع الاقتصادي كان سيء للغاية، وكان مهمل بقى أي تخطيط اقتصادي أو استراتيجي أو عسكري. 2013 تخطيطي تخطيطي احنا الفنكوش بتاع النهضة، ولا فنكوش يعني. الفنكوش فيه حاجة بنتكلم عليها، ده سم وليس فنكوش يعني. لا بكلم على مشروع النهضة اللي هو قالوا له فين المشروع النهضة. ففي النهاية، فهو في النهاية ان المشروعات القومية دي كان لها بعدين. بعد ان احنا قلنا ان انا بدأت اوظف الناس، فالناس بدأت تبقى لها دخول وبيدور عجلة انتاج. في حاجة مهمة جدا، ان المشاريع القومية لو حضرتك شفت تركيبتها هتلاقي فيها جانبين جميلين جدا. اول حاجة انها توجهت إلى حل مشاكل مشاكل كبيرة جدا في الاقتصاد المصري. على سبيل المثال مشروع الطاقة، مشروع الطاقة والكهرباء. هل تعلم حضرتك أنه في خلال 3 سنين أو 3 سنين ونص تمت إضافة ما أنتجته المشروعات القومية أو ما إضافته للشبكة القومية يعادل 13 ضعف ما ينتجه السد العالي من الكهرباء. شوف احنا سد العالي اللي انا وحضرتك حافظين اللي عايشين الأغاني عليه من سنة كام، على الاغاني، على الاغاني بتاعته. أيوة. حافظينها. أيوة. نضيف 13 ضعف ما ينتجه السد العالي ونضخه في الشبكة القومية بدون كلام. أيوة. ولا بدون. دي حاجة. الحاجة التانية، كنا ايام في 2013 والكلام ده كان اللي معاه فرخة كان يخاف يحطها في التلاجة لحسن التلاجة تتقطع عليها الكهرباء. أيوة. انت حاليا بتتكلم ايه؟ ان دولة بدأت تعمل ربط مع السودان، ربط مع الدول العربية الاخرى، السعودية، ربط مع لبنان، ربط مع الأور، عشان تصدر كهرباء للخارج. ليه؟ لأنه بقى عندك كهرباء. فبدأنا نتكلم على طرق، مشروع القوم للطرق، بيتكلم على مشروع 7000 كيلو متر كلهم عبارة عن محاور تنموية. بالظبط. ودخلنا دلوقتي المشروع يعني بتصب في الاقتصاد مباشرة. مباشرة. طيب في تصريح كمان للوزيرة النهاردة عشان أقفل موضوع الافتتاح ده، قالت إن الحكومة رفعت حجم استثماراتها خلال العام المالي الحالي 70%، وده مفيش بلد في العالم باستثناء أفريقيا بقى لو تخلصت من صراعاتها المسلحة يعني يكون عندها الطاقة، الأماكن والعنصر البشري والثروات والبنية التحتية، يكون لسه عايزة تستوعب بحيث أن الزيادة تبقى 70% في سنة. يعني وضح لنا الحتة دي. دي نقطة مهمة، لأنه الاستثمارات في القطاعات المختلفة، قطاعات البنية الأساسية، وخلي بالك احنا بنستثمر حاليا بنية أساسية طبعا، مش بنية الأساسية التقليدية بس طرق وكباب، ولكن بنستخدم برضو جزء منها في البنية تحتية الرقمية. أيوة. لأن أنا بنقل الاقتصاد. ما كانش حد من لغاية 10 سنين متصور أنه ممكن يكون هناك أي استثمارات خارجية بالذات
في البنية الأساسية، البنية التحتية دي يقول لك مسؤولية الدولة، لكن إزاي تغري الآخرين إنه يستثمر في محطة كهرباء، في طريق أسفلت، في مباني، في عاصمة إدارية؟ لو حضرتك شفت اللي عمله على سبيل المثال من يومين الراجل العظيم جدا الوزير كامل الوزير، عرض 30 فرصة استثمارية في قطاع النقل على المستثمرين الأجانب في وفقا للنظام البي او تو اللي هو تمام، انه المستثمر بيعمل المشروع كحق انتفاع بعد كده بياخد عوائد زي المترو بالظبط اللي اتعمل المرحلة الأولى في المترو وكده، وبعد كده بيوصل لمرحلة من المراحل بتنتقل أصول المشروع كاملة للدولة، زي برضو الطريقة نفس الطريقة اللي عملنا بيها محطة الضبعة بالظبط. احنا مش عايزين ندفع حاجة دلوقتي، وعايزين كمان نستنى لما تبتدي الأرباح وناخد جزء وندي يعني ده مختلفة شوية، اسلوب التمويل في الضبع مختلف عن ده، ولكن خلينا نقول انه طبيعة المشروعات دي ازاي بتكلم على تطوير مواني سفاجة بارتا وفي مشروع تطوير المواني ده رهيب، السخنة الدخيلة الدخيلة، كل المشروعات دي هتبدأ حضرتك المواني دي لها علاقة بمبادرة الصين الحزام والطريق لأن طريق الحرير عليها وخصوصا المواني على البحر الأحمر. دي حاجة. تطوير السكة الحديد مشروع لو تعلمون عظيم فيما يتعلق بالنقل، بدأنا ليه جانب برضو ان انت مستهدف خلخلة الكثافة السكانية اللي احنا مستغلين 6% بس، فانت عملت 24 مدينة كل جديدة، كل محافظة كمان عملت لها ده الصعيد بس فيه 8 مدن لا عملت كمان لكل محافظة حسب التخطيط الجديد عملت لها مجرى مائي وعملت لها جزء صحراوي، فاستفدت من الثروات وشغلتها فبقت كل محافظة تقدر تقوم بنفسها. يعني هو احنا خلاصة الموضوع ده ان احنا حاليا مصر كدولة بتتجه وفقا لرؤية استراتيجية واضحة المعالم مدروسة. الاول كنا بنشتغل بس بنشتغل في مبادرات وكنا نشوف دايما اساتذة الجامعات في كل التخصصات مش بس في الاقتصاد بالزبط. ناقمين على خطوات الدولة لانها بعيدة عن الواقع وبعيدة عن المواطن، ويعني انت بص اقول لحضرتك حاجة، انا الدولة اوكي فيها مجموعه موارد اعتبرها توب قماش خام، لو التوب القماش الخام ده انا مش من البدايه مفصله عامل له ديزاين بدله ما دي الاستراتيجيه جلابيه لكن لو انا حطيت على المكنه وقعدت افصل زي ما دي مش عارف رايح فين، الله اعلم هيطلع ايه، ممكن هيطلع حاجه ولا تتلبس صحيح. بدله ولا ينتفع بيها وتترمي، احنا كنا بنعمله قبل كده مبادرات وبتبذل فلوس وبتحط فلوس على الارض وافتتاحات وخلافه، ولكن فين الرؤيه الكامله؟ احنا خلال فتره يا جماعه احنا بنشهد 5 سنين تقريبا، احنا بنشهد يعني أنا وحضرتك دلوقتي بنشهد لحظة تاريخية صحيح. بنشهد مصر المعاصرة وهي تتبني صحيح. أوريدي شهدنا مصر وهي كانت دولة نامية وانتقلت إلى دولة صاعدة، أوريدي شفناها يعني احنا حاليا شفناها لما انتكست كمان في عصر لا احنا دلوقتي شفناها وهي كانت نامية، ثم شفناها خلال الكام سنة الحالين ودلوقتي احنا دولة صاعدة. من 10 ل 15 سنة لو استمرينا بنفس الفكر وبنفس الرؤية وتوجهنا وتصميم القيادة السياسية والحكومة المصرية على بتنفيذ السياسات والمخطط ده وافتداء الوقت من 10 ل 15 سنة من 10 ل 15 سنة مصر دولة متقدمة، قدرنا خلال طيب. 5 سنين نوصل من دولة نامية إلى دولة صاعدة هنقدر من 10 سنين 15 سنة هنوصل لدولة متقدمة، وإن شاء الله نحافظ كمان على المعدل، فكرة افتداء الوقت ديت المعدل الإنجاز. عايز أسأل حضرتك على الأسعار لأنه دي أكتر حاجة بيتحجج بها أعداء الدولة، هل الأسعار فعلا منضبطة وجيدة، وهل فكرة زيادة المعروض اللي دايما بيتبناها سيادة الرئيس بدون بقى وضع تسعيرة جبرية أو القبض على اللي بيغلي أو طبعا جهاز حماية المستهلك عامل اللي عليه، كان أقصد أقول إنه يعني فكرة إنك تزود المعروض في كل شيء بيخلي إنه السعر بينزل تلقائي لأن صحيح. الطلب بيقل، هل ده جيد ولا مزيد من الإجراءات محتاجينها، ولا لو ما كناش عملنا كنا هنشهد انفلات غير مسبوق؟ صحيح، هو من بعد
تحرير سعر الصرف لولا انه تدخل مؤسسات الدولة المصرية في وهم تلت حاجات. أيوة. كانت رأس الحربة فيهم جهاز الخدمة الوطنية. أوه. جهاز الخدمة الوطنية ضخ في القوات المسلحة. القوات المسلحة. أيوة. ضخ كمية منتجات وسلع أساسية للمواطنين. أيوة. عن طريق المنافذ والسوق. ضبطت السوق بطريقة كان ممكن معدلات التضخم ما نسمعش عن هي في يعني أعلى معدل تضخم في مصر حصل بعد التعويم كان في يوليو 2017 وصل 37%. لولا ما أنه جهاز الخدمة الوطنية القوات المسلحة دخل السلع والمنتجات بتاعته وكان ليه خطة مدروسة بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية كان معدلات التضخم هنتكلم في حاجات كتير تاني مرتفع خاص. خلال الفترة دي قدرنا احنا السنة دي نتكلم في 5.6 حاليا 5.6 يعني ده ما يدل دلالة اكيدة على ان 39 دي كانت ارتفاع اوفر شوتينج. ايوه بالظبط هو ده اللي انا عايز اقوله. الارتفاع طفري مفاجئ ومش من طبيعة البلد ده بسبب سياسات الاخوان والودايع اللي جت عشان تسندهم وقطر طلبتها. بس اقول لحضرتك حاجة هو طبيعي بعد التعويم هو بيحصل ارتفاع بس لو ما كانش عندك في خطة للتعامل مع الأسعار كان ممكن يحصل ارتفاع بصورة جنونية. لكن دخول جهاز الخدمة الوطنية مع وزارة التنمية المحلية مع وزارة التموين الثلاثي دول عملوا شغل ساندوا فيه البنك المركزي المصري وخلوه يقدر يكتب قصة نجاح. اقراها حضرتك في تقارير صندوق النقد الدولي، اقراها في التقارير والصحف الأجنبية بتقول ايه على البنك المركزي المصري. بس البنك المركزي المصري ما كانش لوحده، كان فيه مؤسسات طبعا وطنية بتدعمه وكان على رأسهم جهاز الخدمة الوطنية تلي وزارة ودي أهمية بقى وزارة التخطيط اللي الناس مش فاهمة بتعمل إيه. وأنا قلت قبل كده لما كان في تغيير وزاري المستحيل دكتور هالة السعيد تتحرك من مكانها لأن لسه ثمار هذا التخطيط لم نراه بعد سواء تخطيط اقتصادي أو إصلاح إداري أو بشكرك جدا دكتور علي نورتني. وإحنا لغاية آخر أكتوبر كنا 39.22 مليار دولار احتياطي نقدي. فنتمنى خلال الأيام القليلة يطلع كمان بعد نوفمبر ويكون ارتفع نكون داخلين على 40 مليون. شكرا جزيلا يا فندم. جزيل الشكر الأستاذ دكتور علي مسعود أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف. بشكركم أيضا مشاهدينا شكرا جزيلا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في مساء الخير ودلوقتي اصبحوا على خير.